Pray for our fathers and our brethren who are sick, with any sickness, whether in this place or any place that Christ our God may grant us with them health and healing, and forgive us our sins. Lord, have mercy. You have visited them with mercy and compassion, heal them, take away from them and from us every sickness, every malady, the spirit of sickness, chase away those who have full of hail, and Lord, those who have lean in maladies, those who have uncomfort, those who are afflicted by unclean spirits, set them all free, those who are in prison or dungeon, those who are in exile or captivity, those who are in hell and bear bondage, O Lord, set them all free and have mercy upon them. For you are he who loosen the bound and lift up the fallen, the hope of those who have no help, and the help of those who have no helper, the comfort of the faint heart is the harbor of those who are in storm. All souls that are in distress or bound, grant them mercy, O Lord, grant them rest, grant them refreshment, grant them grace, grant them help, grant them salvation, grant them the forgiveness of their sins and their iniquities. As for us too, O Lord, the sickness of our souls heal, and also those who our bodies cure. O you, the true physician of our souls and bodies, the bishop of all flesh, visit us with your salvation. Lord, have mercy. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب صاعد وقربين وشكر الذين يقربون لك كرامة ومجدا لاسمك القدس. صلوا على المهتمين بالصعد والكرابين والبكور والزيوت والبخور والستور وكتب القراء وعين المذبح لكي المسيح إلهنا يكافئ أنفور سليم السمائية واغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي راحت بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وكما قبلتني قربين أبيل الصديق وذبيحة إبراهيم أبينا إبراهيم وفي السلام أرملها هكذا أيضا نزول عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات تعود الفنيات السمايات تعود الزمنيات الأبديات تعود الزمنيات بيوت ومخازن ملأ من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملكك ورؤساء ملكك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة المجد لله في العالي والأرض السلام في الناس المصارين نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رفع خطية العالم ارحمنا يا حمل خطية العالم اقبل طلباتنا ليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد لله الآب أمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس للأبد وإلى أبد الأبد أمين منذ الليل روح تبكر إليك يا إلهي لأن أمرك هي نور على الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس القاوة قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القاوة قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القاوة قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين أيها السادس قدوس ارحمنا أيها السادس قدوس ارحمنا أيها السادس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب اغفر لنا زلات نفتقد مرضى شعبك اشفيهم لأجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم نياما هو ولا خطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا ربعنا وأقبلت البطن إليك لأن لك المجد ولا زال تقدس المثلث يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بارك أمين تقدس اسمك ليأتي ملكك وتتغمر مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأنك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بخير صوص يسوس بين صوص آمين الليلويا سلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين والدة إلههم المسيح. اسمع عد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقة المسيح لنا عذراء القديسة. أيها العذراء مريم والدة الله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي كينا من أنا غفران خطايانا شيرني أوتي بارثين أستيورو إمي إن أليثيني شيرب سوسون تبنجن أصاري إجبو نان إمّا نويل
تنتي هو ريب مبيوت إبروستاتي ستنه النهر بين شويسوس بخريستوس انت في كان النوبينا نيبو بسبح مرحمك يا ربي لأبد الأبد ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك سمعت علت على راسي وثقلت علي يا الله اسمع تنهدي واطرح عني اجعلني مثل العشار الذي أخطأ إليك وترافت علي وغفرت له خطايا يعني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأنها أرضتك اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا اذكرني يا ربي اذكرني يا إلهي اذكرني يا ملكي إذا جئت في ملكوتك فأنت يا مخلصي قابلت لك اعترافه وترأفت علي وأرسلته إلى الفردوس وأنا أيضا الخاطئ إسرائيل ملك الحقيقي تحنن علي واجعلني كأحد هؤلاء I know that you are good, compassionate and merciful. Remember me in your mercy forever and ever. بلك يا ربي يسوع أن لا تبكتني بغضبك ولا برجزك تؤدب جهالتي. For you do not desire the death of a sinner. Rather he return and live. Have pity upon my weakness. أخطأت يا يسوع ربي أخطأت يا يسوع إلهي يا ملكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها I ask you, O my Savior, let your mercy come to me and save me from the troubles that come to my soul. أحرق عدم معرفتي مثلي سدوما ولا تهلكني أيضا مثلي عمورا. But O my Lord, deal with me like the people of Nineveh. Those who have repented and you forgive them their sins. لكن فتدركني سريعاً ما رحمك يا ربي لأصرخ مع هذا الشعب بصوت لا يسكت Wherefore I entreat you, O Lord God, my Savior, do not judge me, I the weak and sinful. اغفر لي واغفر لي زلتي الكثيرة كصالح ومحب البشر بشر ارحمنا كعظم رحمتك طوبك أنت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي نات في أرضنا وأين عتلنا ثمرة الروح الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن إن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رجانا يا مام العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطني Jesus the begotten of the Father He was born of you for us setting free our race هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صريخنا قائلين
Queen. O our Lord Jesus Christ, make for yourself witness a temple of your Holy Spirit, glorifying you. ملكيتها العزوان ملكيا حقانية السلام الفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. ملائكة وقوف يسبحون أمام الضابط الكل يخدمون السر الخفي. Michael is the first, Gabriel is the second, Raphael is the third, symbol of the Trinity. سوريا الصداقية الصواتية الونانية الهول المنظومة الأطهر يطلبون عنه عن الخليقة. The cherubim and the seraphim, the throne, the dominions and power, the four cherubic are carrying the throne of God. 24 قسيسان في كنيسة الأبكر يسبحون بلافت وصريخين قائلين. Holy God, heal the sick. Holy mighty, all our bodies who are asleep. قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. Holy, 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 Lord of hosts, heaven and earth are full of your glory and honor. إذا ما قالوا الليلويا يتبع مسمعيونا قائل قدس آمين الليلويا المجد هو لإلهنا. Intercede on our behalf, O angelic armies and heavenly order that he forgive us our sin. الرب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس وانداراوس ويوحنا ويعقوب. And Philip and Matthew, Bartholomew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon the Canaanite, وتداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا. Matthias, who was chosen in place of Judah, all of them and the rest followed the Master. خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وب بلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. Pray to the Lord on our behalf, O my Lord and Father, the Apostle and the 72 disciples, that he may forgive us our sins. يا ملقوس الرسول والإنجيلي الشهيد لألام الإله الوحيد. أتيت وأنرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس. وخلقتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء. تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت الأقطار المسكونة. سلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول أبونا مرقس نظر الإله. طلب من الرب عنا نظر إله الإنجيل أبو مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا. سبع سنين أكملها القديس جا وارجيوس 70 ملكا منافقين يحكمون عليه كل يوم. ولم يقدر ان يميل افكار والايمان المستقيم ولا عيد محبته في الملك المسيح. وكان يرد المعدة والقحط بجميع الامم لكن باسم يسوع الهي انتقمت منهم. عظيمه هي كرامتك يا سيد الملك وارجيوس المسيح يفرح معك في اورشليم السمائيه. سلام لك ايها الشهيد سلام الشجاع المجاهد سلام للابس الجهاد سيد الملك جوارجيوس. اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد سيد الملك جوارجيوس ليغفر لنا خطايانا. يا يوسف رئيس الكهنه المدينه العظمى اسكندريه يا الباتول الناقل متحف التواضع الحقيقي. في ايام رئاستك تتنازل النعمه العظيمه نحن غير المستحقين. اي مجيء ابوينا لابس الصليب الينا ام بابيشو باب لا الكوكبين أذان الأذان صار لنا مينا للخلاص وأضاء أنفسنا.
نفوسنا بوصل الجسر وما الطاهرون. سلمنا بنا أم بابي الله كل الباب الكامل. سلمنا بنا أم بابو لا حبيب المسيح. أطلوب من الرب عنا يا سيد الأبواب محب أولادهم أم بابي شوي أم بابو لا ليغفر لنا خطايانا. كوني أنت ناظرة علينا في الموضع العالية التي أنت كائنا فيها سنة كل الأولاد الإله العظمى كل حين. سالي الذي ولدته مخلص تصالح أن يرفع عنا زي العتاب ويقلل سلام شيرني أوتي برسين وصور من أليثيني شارك شوشن تبنجل صريك بونان مانويل تنتي هواري برنبي أوتي بروستاتي سهل إن بن شويس بخريستوس كان النوي ناني بون عظمك من روح حقيقة ومجدك أتعزر قديسة ولتلال أنك لتنا مخلص العالم أتى خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كليل شهداء تالي صدقين سبات كنازة وفران خطأ بشر بسايس قدوس لأوت واحد نزل له المجدو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمي حقيقي قد نون بلان واحد الله إلا يبدأ أفضل كل خالق السماء والأرض ما يروا ما لا يروا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الأب الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم عذراء وتهنى الصلبة عنا براس البنطي تألم وخبر وقام من بين الموت في اليوم السادس كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عند النبي وأيضا يأتي في مجده ليدين أحياء والأموات الذي ليس منه الخطاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسخ من الآب نذكر هو مجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونحتار موضية واحدة مغفرة الخطايا ونحن قصدين بالخائد انتيانا استاسي سنتيني Sesho o nayeron shenit harun amin sotemeron amin maueron areron are boysenron your anger from us, visit us your salvation and forgive us our sins. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Shlile blogison erene pa كتب نعمتيسو أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوا هنا فلم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر وليادانكم لأنها تسمع مي بوردت في رأمتك تكوردك تلهولي غسبلز سروزة Prayers of your sins. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. Remember also our Master, all those who have asked us to remember them in our supplications and prayers which we offer upon to you, O Lord, our God, those who have already fallen asleep, reward them, those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us. All and resurrection of us all. Alleluia.
وتن جيبي اثنين وخين برانم شو سنتين يوم لو جسمك قاتلو كان اجيو ايفانجيل تنغم ما دوك ساسي كيري خوفنا أمام الله ونستر سماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير يا أبينا داود النبي والملك بركته على جميعنا آمين ارحمني يا الله ارحمني فإنه عليك توكلت نفسي وبظل جناحيك أتكل إلى أن يعبر الاسم الليلويا مبارك الاتي باسم الرب قوات ربنا ولينا وخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. أما يسوع فرجع من الأرض ممتلئا من الروح القدوس وحمله الروح إلى البرية 40 يوما يجربه إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت أنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجده لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن أنت سجدت أمامي يكون لك جميعه فأجاب يسوع وقال له اذهب عني يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به أيضا إلى أورشليم وقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت أنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك وإنهم على أذرعهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له إنه قد قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل إبليس كل تجربة انصرف عنه إلى حين والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا كم ملك والقوة والمجد للأبد آمين كم بخريسوس يسوس بين شويس إن أوبيون سو كيريه بروس هومين سموتا بومبا آمين
الذين احنا لسهم تحت يدك نادي يرفعهم في السيرة زينهم في الفضاء ونسحقهم الى ملكوت السماوات ومسرة أبيك الصالح هذا الذي مبارك مع الروح القدس المحمد يسوي لك إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح من الوحيد كلمة الله الأب الذي قطع كل ربطات خطينا من قبل الألم مخلص المحيي الذي نفخ تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لنا خطايا مغفرة ومسكتم على مسكة الأني سيدنا من قبل رسل الأطهار امتلع الزيام على فيكم كل زمن في نفسكم مقدس أن يغفر الخطايا على الأرض ويحل ربطات الظلم الآن أيضا نسأل أن صنعك محب الوشع عبيدك رب أبي وضعفي أبي وأخواتي وضعفي نحن المرحلين بيوسنا من مجدك المقدس ركسوكنا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطينا وكنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم وبغير علم بجزاء القلب سواء كان بفعل بكل بصغر القلب فأنت يسب العرب ضعف البشر صلى محب البشر اللهم نعمل لنا غفران خطينا باركنا وطهرنا حالنا حال السائر شعبك املأنا من خوفك ومنتك المقدس صلح لناك المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك مع الروح القدس المرحل المساوي لك الآن وكل دور كلها أمين من كريالي صون كريالي صون كريالي أمين الليل ويزوك سابت ريكي يوكي عجيوك نيب ماتي كنين كاين كي سوس يونا صون يونا نام كنوشي بولين قوين موجي أوبن شويس إيسوس بخريت نستبي نري يغون منون من إيغور شانتف صوتي خن نوبي صوتي مونون كريالي سون كريالي سون كريالي فلوغي سون أمين اسمو إيروي اسمو إيروي سيمي تانيا كوني أول قم باسمو أمين السشوبي يبقورون تتيريني مويناني تكيريني سمنيناني تكيريني كان النوبي ناني فولجي سوك تتيقوم نبيون بزمون بأماي شائني أمين اللهم جعلنا مستحقين نقول بشكر بين الذي في السماء بسم الله كما قلتك تكن مشيتك نفس السماك زيك على الأرض وزن زادعتين اليوم أخلى زنوبنا كما نخل نحن دو مزنبين علينا ولا تخلنا في تجربة لك إن جيم الشريف بالمسيح صعب لك حبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد لأن مخلصنا يسوع كانت موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم من أراد أن يمضي يمضي بسلام سلام الرب يكون معكم
انت بقول خان خيت ابشي امامنو تخنقون اسمي ابشي صاريس خان تبارتي بشو يسن أنا اللي أخي نفران مفيوتني مبشيرين بابن مصاب ونوت ونوت من تسبيح صلاة الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك قدمها المسيح ملكنا نرجو أن يغفر لنا خطينا the prayer of the third hour and sixth hour of the blessed day we offer to Christ our King and our God beseeching him to forgive us our sins from the psalm of our father David the prophet King him his blessing be with us all amen. Zuxasi Othi Othi Moon, Holy, 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 the Holy Gospel according to our teacher, St. John, the Evangelist, may his blessing be with us all, amen. ويعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب. لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس لي في ليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من ها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في فيا لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم والمجد لا يدائم أبدين أمين نسجد لك المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا your holy spirit oh lord whom you sent forth upon your holy disciple بلنا عن رب أصلنا the third hour do not take away from us a good one but renew him within us creating me a clean heart to God and your right spirit within me do not cast me away from your presence and do not take your holy spirit away from me أيها الرب الذي أرسلت الروح قدسك على تلاميذ القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع مني صالح لكن أسألك أن تجدد في عشان يا ربنا يسوع المسيح ابن الله كلمة الروح المستقيم حين روح نبوة والعفة روح القدس والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضيع نفوسنا يا من يدير كل إنسان آتنا العالم ارحمنا جينيك عائيك سوسيون سونيون عائيك
Theotokos, Theotokos, your true vine, who bore the cluster of life, we ask you full of grace with the apostle for the salvation of our souls. Blessed is the Lord our God, blessed is the Lord day by day, he prepares our way, for he is God of our salvation. السماء المعزر والحق الحاضر في كل مكان والمالك كل كنز الحق وباطل الحياة ألما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسة وصالح وخلص نفوسنا سابت ريك أيوك عجيب نبماتي ما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعثم السلام وأيضا كن معنا وعملنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا يهنيك أعيك صوصيون صنيون آمين وقفنا في أيكرك المقدس نحسبك القيام في السماء والتي إله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دار الدور كل آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا آثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية يا رب عنا واقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين جعلنا مستحقين كل شكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابدان سلام لك نسألكيات القديسة الممتلئة مجدا عذراء كل حين والدت إليهم المسيح السادس صلواتنا ابنك حبيب يغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لأن العذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم والدة إليها القديسة الشفيعة من جنس البشرية شافين أمام المسيح الذي ولدته لكي لنا بغفران خطايانا السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية سلام لفقر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرين أيها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. لقصاص يوس من قدوس قدوس هولي 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 جاسبر أكوردنج تو سانت ماثيو آمين. And seeing the multitudes, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him and opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecute the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. It gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Oh, you who on the sixth day and sixth hour was nailed to the cross for the sin which our father Adam dared to commit in the paradise, sit down right of our sins, who cried, Our God, and save us. I cried to the Lord, and he heard me, God, in my prayer, and don't refuse my petition. Be attentive to me and hear me in the evening and morning at midday. I say, My words and hears my voice and delivers my soul in peace. Sabatrike yoke agyot nevmati. Yesu an masayil an lesumar tasal pachsa sed sochtat lachatiya b'chashba wachayit meid. Mimabtik lezu al insan lezi chalakta b'yadeke lezi merta b'lachatiya. Oktul awgana b'agala mishafi mohayin musimi lesumar tabi inkhuza kolam tesha umayil hiriya b'shawet al-mit. Iskar ahkamak samayya karapatik. Kenik
من كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الزول دمك يا وليد العذراء لأن كثيرة شفاتك مقبولة عند مخلص نيتهم طاهر لا ترفض بخطام شفاتك إلى الزول دمك لأن رحم القضاء خلاص أنت من أجلين كان خذنا فلتدرك نرفض أحسن أنت خطة مسكننا جدا أعيننا يا الله مخلصنا من أجل اسمك يا رب نجينا وفلنا أختانا من أجل اسمك القدوس إنك يا إيك سوسيون أستونيون آمين. You wrought salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretched your holy hands on the cross. Therefore, all nations cry out, saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your will you were pleased to be lifted up onto the cross to deliver those whom you created from the bondage of the enemy. We cry out unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, when you came to help the world. Lord, glory be to you. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الإله العذراء نعظمك لنا من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونؤنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير مائة المسيح إلهنا نعظمك يا نور الحقيقة لمجدك أنت العذراء القديسة والدة الله لأنك ولدت لنا خلص العالم حتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح أخر الرسل ليه شهداء تعليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا مبشر في الثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. We believe in one God, God the Father, the Punto Creator, who created heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit, and of the Virgin Mary became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and buried on the third day, rose from the dead, according to the scriptures, ascended into the heavens, he sits at the right hand of his Father. He is coming again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the life giver, who proceeds from the Father, both the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets and one holy Catholic and Apostolic Church. We confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. آمين. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Rabbu Raham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Rahamna Ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Isma'na. ورحمنا كيري إليسون كيري إليسون يا رب ارحم كيري إليسون كيري إليسون ارحمنا يا الله كيري إليسون كيري إليسون اسمعنا وارحمنا كيريه إليسون كيريه إليسون Lord have mercy كيريه إليسون كيريه إليسون have mercy upon us كيريه إليسون كيريه إليسون hear us and have mercy Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, have mercy upon us. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Son, hear us and have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. قدوس 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 رب السبوات السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. جعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة جميع رسولي أمين. أذكر يا رب هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. هللويا جيف ماني ان اوروبي في هون هنا كبولي صوي صوهب صوك بنتي او مبي اف اير شاينا بشيرين ببن مصواب ونوت ينوت أفز ماروت انجيف نوت فيوت ببنتو كراتور أفز ماروت انجيف فمونو غنيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس أفز ماروت انجيب ابن ماي ثوام ام بارك ليتون آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد أمين. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين. هللويا نكسبت ريك أيك أيب نظماتي كننك أيك سوسي أونستوني أونن آمين. Hallelujah.
flogite. Rivers of Christosite. Irinibasi. بموتين تطفين بريفر بستاني بوو هنا يتف نوتفيوتين بين شوي سوو بين نوتيو بين سوتيري سوو اوز بيخريستوز جفرسكي بازيني كون افر فويسينير ونفريرون اف شوب تينير وفافتي اسير افتي توتين افتين شريطا اي او نوث اي انسوفون مارين تيورو فوبوس انت فريرون خم باي سوا فاين منو تيرون تيبون اني رين اني بين جبي بانتو كراتو اورب شويز بن نوتي بروسفكس هستي لورد هاف ميرسي. O Master Lord Jesus, O Master Lord God, the Bantu Creator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, we thank you for everything concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accept us to yourself, spared us, support us, and has brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplication of the prayers of his saints, which are good on our behalf in all times, and make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries, for the remission of our sins. Lord have mercy. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار كيام الأعداء الخفيين والظاهرين زحى عنا وعن سائر شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقني لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب على كل قوات العدو هذا اليوم
أباء الكهنة والشمامسة والكنيسة وكل الشعب وضعفه كل محن في السلسة القدس الأب والابن والقدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسلين أفضل 12 نظر إلى أنجل مرقس الرسول والطهر والشهيد قديس نسخور بطر القديس سويرس معلمنا نسخورس بطرس خاتم الشهداء قديس أساس بطرس خاتم الشهداء محمد ذهب الفم قديس كروس قديس بسيلوس قديس كروس قديس أغريغوريوس من أفواس وتمو 18 مهتين بن قيومين ما في ما في أفاس وغصد بين الطبا والمكرم أما الفضل الثاني من فما أبائي وحقارتي وحليل لأن ممنوع مجد اسمك القدوس أن وكل أوان ولا ضغط خيطامي كيطو of Maria so is ari emot non indico e volente nel novi eterne resveiente visasse narci angelos nemi tamare vora neio Te vive domo se mortesi più enni sbire ti onse e soi saremo non indico e volente nel novi i tenni e siente la gioia signori apostolos nemesse vivente animatiti e soi saremo non indico e volente nel novi i tenni e siente biori sidie cunietes marotesti penos bisorbem martirose et sois aremos non indico e volente nel novi i tenni e siente biori in evangelestis ava Marcos di apostolos et sois ariemos non indico e volente in nomi itenni et quienteni os loros e marti pros besos
فبورج ورجيك في أجرك بسترات اللاتيس في لوباتر مركوريوس أفامينا انتني باياتي السويس عليهموس نعم بكو اقول انتني النوبي انتني امشي انتني شالات انت بها خلاص يا امي بربارة نميوليان نمتبياني البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. بركاته على جميعنا أمين. فلنتبع ما هو للسلام وما هو لبنيان بعضنا بعضا، لا تنقض صنع الله لأجل الطعام. كل شيء طاهر، ولكن شر الإنسان الذي يأكل بعثرة، إنه حسنا ألا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يعثر به أخوك أو يشك أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك في نفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء، ولا نرضى أنفسنا فليرضى كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. فإن المسيح لم يرض نفسه، ولكن كما كتب تعيرات معيريك وقعت علي. فإن كل شيء كتب من قبل، إنما كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر وبالتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وإله الصبر والتعزية يعطيكم فكرا واحدا متفقا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد وفم واحد. من أجل ذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح قبلكم إليه لمجد الله. نعمة الله لها فلتحل على أرواحنا يا أبا وأختي أمين. The Catholic Epistle from the Epistle of our teacher, St. James. May his holy blessings be with us, amen. My brethren, do not hold the fate of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partially
For if there should come into your assembly a man with gold rings and fine apparel, and there should also come in a poor man a filthy cloth, and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say to him, you sit here in a good place, and you say to the poor man, you stand there or sit here at my footstool, have you not shown partially among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my brethren, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he has promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress and you drag into the courts? Do not blemish that noble name by which you are called. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well. But if you show partially, you commit sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Now, if you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and do as those who will be judged by the law of liberty. For judgment is without mercy, and the one who has shown no mercy, mercy triumphs over judgment. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away and its lust, but he who does the will of God abides forever. Amen. الأبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فتفرس بولس في المحفل وقال: أيها الرجال إخوتنا، لقد تصرفت أمام الله بكل نية صالحة إلى هذا اليوم. فأمر حناني رئيس الكهنة القائمين إلى جانبه بأن يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: أضربك الله أيها الحائط المبيد، أتكون جالسا لتحكم في أمري بمقتضى الناموس وتأمر أن أضرب بخلاف الناموس؟ فقال الحاضرون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعلم يا إخوتي أنه رئيس كهنة، لأنه قد كتب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والقسم الآخر فريسيون، صاح في المحفل: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا على الرجاء وقيامة الأموات أحاكم. فلما قال ذلك وقع اختلاف بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة. فإن الصدقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فصاح صياح عظيم، وقام كتبة من قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: إننا لا نجد في هذا الرجل شرا، فلربما كلمه روح أو ملاك. فلما اشتد الاختلاف أشفق قائد الألف أن يفسخوا بولس، فأمر الجند أن ينزلوا ويخطفوه من بينهم ويأتوا به إلى المعسكر
وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق، فإنك كما شهدت لي في أورشليم كذلك ينبغي أن تشهد لي في رومية أيضا. لم تزل كلمة الرب وتنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. أمين. أمين. اليوم الخامس عشر من شهر برمحات المبارك أحصل الله استقبال وعادوا علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي إخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة سارة الراهبة. ولدت هذه القديسة بصعيد مصر من أبوين مسيحيين غنيين ولم يكن لهما أبناء سواها، فربياها تربية مسيحية وعلماها القراءة والكتابة، فكانت تداوم على قراءة الكتاب المقدس وسير الآباء الرهبان، فتأثرت بها واشتاقت إلى حياة الرهبنة، وقصدت أحد أديرة العزارة بالصعيد حيث مكثت سنين كثيرة تحت الاختبار، ثم لبست زي الرهبنة وظلت تجاهد ضد الشياطين 13 سنة حتى ضجر الشيطان من ثباتها وطهارتها، فحاول إسقاطها في رذيلة الكبرياء، فظهر لها في شكل ملاك وهي واقفة تصلي وقال لها: طوباكي فقد غلبت الشيطان. فأجابته: أنني راهبة ضعيفة لا أستطيع أن أغلبه إلا بقوة ربي يسوع المسيح. فتوارى الشيطان من أمامها ولهذه القديسة أقوالا كثيرة نافعة كانت تقولها للعزارة، منها: أنني لا أضع رجلي على السلم إلا وأتصور أنني أموت قبل أن أرفعها حتى لا يغريني العدو بالأمل في طول الحياة، وقولها: جيد للإنسان أن يفعل الرحمة ولو لإرضاء الناس، فسيأتي وقت ويفعلها لإرضاء الله، ولها أقوال أخرى كثيرة مدونة في بستان الرهبان. وأقامت هذه القديسة في قلاية على حافة النهر مدة طويلة تجاهد جهادا عظيما لم يبصرها خلالها أحد إلا عند التناول من الأسرار المقدسة، ولما أكملت جهادها بسلام انتقلت إلى النعيم الدائم بالغة من العمر 80 سنة. بركة صلواتها فلتكن معنا. أمين. وفيه أيضا استشهد القديس العظيم إلياس الإهناسي. نشأ هذا القديس في قرية قرب إهناس، وكان يعمل فلاحا في بساتين الأمير كليكيانوس والي إهناسيا الوثني، وكان شابا تقيا محبا لله، وله خال يدعى أنبا يعقوب متوحد بالصحراء القريبة من إهناسيا، فكان يذهب إليه إلياس كثيرا يتعلم منه العبادة والنسك، وكان خاله يوصيه أن يحفظ نفسه بالطهارة قائلا: إن الطهارة تجعلنا نتشبه بالملائكة الروحانيين. فنما في الفضيلة وسكنت فيه مخافة الله، وكان أمينا في كل ما لسيده في حقله وبيته كيوسف الصديق في بيت فوتيفار، فأحبه الأمير وكل أسرته، وكان يأتي بالفواكه إلى دار الأمير، فتعلقت به ابنة الأمير فصارت تلاحقه تريد أن تسقطه معها في الخطية، أما هو فعندما شعر بذلك كان يلقي بالفاكهة داخل الباب ويهرب كمن يبتعد من النار، وكان يشتكي لخاله يعقوب، فكان يحذره بشدة من الاستماع أو النظر إليها، ولما ظلت الفتاة تطارده بشدة ولبساطته مضى وخص نفسه لينزع عنها كل أمل، ومرض بسبب هذا العمل مرضا شديدا، ولما علمت الفتاة بذلك اغتاظت جدا وشكته لأبيها قائلة أنه مسيحي ويريد الاعتداء عليها، فغضب الأمير واستحضر إلياس وصار يوبخه، ولكنه أثبت براءته
فطلب منه الأمير أن يسبح للأوثان فيعفو عنه، فرفض بشدة، فأمر الأمير بتعذيبه بعذابات شديدة، وكان الرب يخلصه منها، وأخيرا أمر بقطع رأسه. ففرح إلياس وقال: هذه هي الساعة التي كنت أطلبها. وطلب من الجنود أن يمهلوه حتى يصلي، وبينما هو يصلي ظهر له ملاك الرب قائلا: الرب قد قبل طلبتك، وهوذا يوليوس الأقفهسي بالقرب منك يكتب سيرتك، وهو سيكفن جسدك ويوصله إلى خالك فيحفظه إلى اليوم الذي يريد الرب ظهوره فيه. وسيظهر الرب من جسدك وسيظهر الرب من جسدك آيات وعجائب كثيرة. بعد ذلك مد عنقه للجنود فقطع رأسه ونال إكليل الشهادة، وتمت أقوال الملاك، وبنيت له كنيسة في إهناسيا، ووضع جسده فيها، وظلت هذه الكنيسة قائمة إلى أوائل القرن الثالث عشر، ثم اندثرت. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. Oh,
party. It of never my سيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار مكرمين قائلا إن أنبيان أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع maybe where did we hear and act according to your holy gospels through the prayers of your saints pray for the holy gospel Lord have mercy Remember also our master, also have asked us to remember them in our supplications and prayers which we offer upon to you. O Lord, our God, those who have already fallen asleep, reward them, those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. خوفنا أمام الله وانصتوا بحكمة لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميع طلبت وجهك يا ولوجهك يا رب ألتمس لا تصرف وجهك عني كل معينا ولا تقصني ولا ترفضني يا الله مخلصي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد إذن أصعد الروح يسوع إلى البرية ليجربه إبليس فصام 40 يوما و40 ليلة وأخيرا جاع فدنا إليه المجرب وقائلا إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا
فأجاب قائلا مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حينئذ أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فألقي بنفسك إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فتحملك على أيديها لئلا تصدم بحجر رجلك. فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. فأخذه أيضا إبليس على جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت ساجدا لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان فإنه قد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. حينئذ تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. والمجد لله دائما. Stand up in the fear of God and let us listen to the holy gospel. A reading from the gospel according to our teacher, Saint Matthew the evangelist, may his blessings be with us all. Teacher David the prophet and the king, may his holy blessings be with us all. Amen. I have diligently sought your face, O Lord, I will seek. Do not turn your face away from me, be my helper, and do not forsake me. And O God, my Savior, do not overlook me. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God and Savior, King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is all glory. Forever. Amen. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Now the tempter came to him. He said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down,
For it is written, he shall give his angels charge concerning you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Glory be to God forever. بسم الآب والابن الروح القدس إله واحد آمين. لو تلاحظوا ان احنا من اول حد الرفاع لحد النهاردة الكنيسة مركزة جامد جدا في قراءتها على مناهج والسلوكيات المسيحية، بتحط قدامنا منهج مسيحي كتابي نعيش به في فترة الصيام، ومش لفترة الصيام بس، لحياتنا كلها. ويا بخت فعلا الشخص اللي يسلك حسب هذا المنهج يتمتع بالحياة مع ربنا. ويمكن زي ما انتم عارفين الكنيسة بتقسم لينا قرايات الصوم الكبير لتلت أقسام كبيرة. قرايات الصوم الكبير متقسمة تلت أجزاء اللي يركز فيها. أول حاجة بتدينا منهج روحي إزاي أعيش حسب الكتاب المقدس، وده تلاقوه في حد الرفاعة، تلاقوه الحد اللي فات اللي هو الكنوز، حد الكنوز وإيه اللي بيفسد الكنز، وتلاقوه النهاردة في حد التجربة. ده أول جزء. الجزء الثاني بتقدم لنا الكنيسة أمثلة أو نموذج نمشي عليها، نماذج لناس عاشت هذه الحياة، قدمت توبة حقيقية رغم لو كانوا خطاة أو وقعوا في الخطية أو في ضعف أو عندهم رجاء. فنلاقي في الحد الجاي إن شاء الله نتقابل مع الجزء الثاني اللي هو النماذج من الحد الجاي، نلاقي الحد الجاي اللي هو الابن الضال، الابن الشاطر، هنلاقي نموذج للتوبة، ونلاقي قوة عمل التوبة في القرار اللي ياخده الابن الشاطر. نلاقي الحد اللي بعده السامرية اللي هو نموذج للإيمان، قوة التوبة اللي هي خلتها تقتنع لما تتقابل مع رب المجد يسوع وتغير حياتها. والحد اللي بعده المخلع نشوف نموذج للرجاء وقوة التوبة في رجائها. فالكنيسة بتحط لنا مقسمنا كده الصيام ثلاث أجزاء. يبقى الجزء الأولاني نموذج ومنهج سلوكي أنا حقيته أسلك فيه عشان أعيش حياة روحية حقيقية، تديني نماذج. بعد كده الجزء الثالث تديني النتائج، نتائج للشخص اللي عاش حسب الكتاب المقدس، وشخص فعلا قدم حياة توبة حقيقية بقرارها القوي. صعب ان الواحد يغير نفسه بعيد عن
الطريق الوحش، ان يبقى عنده رجاء وعنده ايمان في ان ربنا هيغير حياته. الشخص اللي يعيش كده يتمتع بالنتائج، والنتائج ديت نشوفها في الاستناره الروحيه في يوم حد التناصير، وبعد كده في حد الشعانين نحس بالخلاص والبنوه لربنا، وبعد كده تتمتع النفس بالحياه مع ربنا وقوه القيامه اللي يديها ربنا لكل نفس سلكت في السلوك المسيحي، عاشت معاه وجهدت توبة حقيقية، تتمتع النفس بهذه الفترة مع ربنا. وهو دوت يعتبر يعني كنظرة من فوق كده لكل قراءات الصوم الكبير في فترة 55 يوم دول. فلما نرجع للمنهج الروحي والسلوكيات اللي النهاردة آخر يوم فيه، نلاقي ان في بداية الصيام من اسبوعين في حد الرفاع، الكنيسة حطت قدامنا اساسيات مهمة قوي للحياة الروحية وللأخص لفترة الصيام. وبالمناسبة المناهج ديت مش للصيام فقط لا غير، ده لكل ايام السنة، بس بتقول لنا ركزوا. يقول لك ان فترة الصيام لابد ان يكون صوم وصلاة وعمل الرحمة وعمل الحب. وربنا علمنا ان اللي يقدم رحمة بأي نوع من الأسلوب اللي هو الصدقة، اللي هي زي ما اتكلمنا فيها من أسبوعين، إن الصدقة مش بس الفلوس، ده هو الحب، هو اللي أنا أتكلم مع حد، أشوف حد عيان أزوره، أشوف حد مجروح أطبطب عليه، أشوف حد واقع في الخطية ما افضحوش بل أسترها عليه وساعده أن أرفعه، كل دي اسمها عمل الرحمة. تقول لنا أن أي واحد يقدم عمل الرحمة لابد يكون في الخفاء. وبعد كده ترفعنا المستوى تاني ربنا، ويقول أن أعظم عمل يقدم هو محبة الأخ لأخوه، ليه محبة بعضنا البعض، حب ربنا من كل قلبي وحب كل واحد قريب ليا كنفسي. بعد كده الحد اللي فات الكنيسة بتقول لنا خد بالك، انت ربنا مديك كنز عظيم جدا جدا، هو الكنز ده اللي هو ملكوت السماوات اللي بيعده ليك، بس خد بالك في كم حاجة ممكن تفسد هذا الكنز، هذا التريجر الرهيب دوت، ممكن حاجات تبوظه وتضيع حياتك. وحذرنا ربنا من 3 حاجات، وقال لنا اللي بيخرب او بيفسد الكنز هو السوس والصدق واللصوص. السوس ده لو انتوا تشوفوا، لو انتوا تخيلوا مثلا ان لو البنش اللي قدامنا ده فيه سوس جوه، هتلاقي من بره منظره جميل، لكن من جوه اول ما تلمسه هش ويقع. والسوس دوت اللي هو الذات الداخلية، كأن ربنا بيعلمني ويقول لي خد بالك من ذاتك الداخلية. دي ممكن لما يكون عندي الإيجو والأنا، وشايف نفسي على ان انا مفيش زي في الدنيا وانا احسن واحد، اذا كان روحيا اجتماعيا او 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 او، ده اسمه سوس بينخور جوه الانسان، جوه قلب الانسان وفكر الانسان، ويضيعه ويفسده ويضيع منه الملكوت. فدي اول حاجة حذرنا منها ربنا الاسبوع اللي فات. وتاني حاجة حذرنا الصدق. الصدق ده بيبان من بره، ان مثلا لو عندك حاجة مثل كده جميلة لكن من بره كلها صدى، فيبان الصدى. الصدى دوت هو الكسل الروحي. كلنا ساعات بيبقى عندنا صدى روحي، اللي هو ايه؟ اللي انا اقول يعني مش لازم اصوم، هو انا لازم اصوم، لازم اصلي، لازم اقرأ في الانجيل، لازم اتعب نفسي جهاديا. فدوت يصيب الانسان بالصدى اللي هو يسمى الصدى الروحي. وحذرنا ربنا من الاسبوع الثالث، في الحاجة الثالثة الاسبوع اللي فات، من اللصوص. اللصوص هي الشهوات الارضية. كم وكم تشتهي النفس ان تعيش مع ربنا وتكون مع ربنا ومتواجدة مع ربنا في كل حاجة، لكن شهواتي الساعات اللي بتقر للارض اعلى من السماء بتخليني انشغل عن ربنا. فبيحذرني ربنا، وده المنهج الروحي، خدوا بالكم اللي بيتكلمنا عليه ربنا. يبقى المنهج الروحي بدايته قدم صوم حقيقي، قدم صلاة حقيقية، ان دي الصلة بربنا، اعطي الحب للجميع من كل قلبك،
وخد بالك وانت ماشي في الطريق مع ربنا، احذر من الأنا الداخلية، احذر من الكسل الخارجي اللي هو اللي انا بمتع نفسي اكتر من اللي انا اجهد نفسي روحيا واتعب نفسي، واحذر من اللي انا يكون ليالي شهوات ارضية كتيرة بتاخدني وبتسرقني بعيد عن الملكوت او عن الكنز الاصلي. النهاردة الكنيسة تحط قدامنا في آخر جزء في القسم الأولاني اللي هو اللي المنهج الروحي اللي يمشي عليه الإنسان هو التجارب. لا يوجد أحد لا يجرب، كلنا تحت الضعف وكلنا تحت التجربة، لكن النهاردة ربنا بيورينا إزاي أخش التجربة وإزاي أغلب في التجربة. بيرسم لينا الخريطة، أو هو بيعمل الشيء قدامنا عشان نقلده. بس لو أنتوا ركزتوا في القراية، أو لو نركز في قراية الإنجيل عامة، نلاقي أن الشيطان بيحارب الإنسان في كل الأوقات حتى في أقدسها. يعني الشيطان دوت يشتهي أنه هو يبعد الإنسان كل البعد. اللحظة اللي يلاقي الإنسان دخل في علاقة مع ربنا، ابتدى يعامل الناس اسلوب حلو، ابتدى يعطي الحب، يعطي عدم الإدانة، يعطي الطهارة لذاته الداخلية، ابتدى ياخد من باله ما يكونش عنده الأنا وما يكونش عندي الكسل وما ركزش في الحاجات الأرضية، الشيطان عمره ما يسيب الإنسان. فتلاقي مثلا لو إنسان قرر يصلي، أول ما يصلي وأغلبية الناس لقونا كده إيه في اجتماع الصالة، أول ما نقف نصلي تلاقي اللي ركن على الكرسي، تلاقي اللي قاعد يتاوب ماشي، تلاقي كده بتحصل حاجات غريبة في لحظة الصالة. أول ما نخلص الصالة على طول الإنرجي تيجي تاني، ما تعرفش جيت منين، هي راحت وقت الصالة. فديت اسمها محاربات المبتدئين في الصلاة. فالشيطان أستاذ إن هو يحارب في كل وقت، يحاربني وقت الصلاة، يحاربني وقت القداس، يشغلني باللي حواليا، ده لابس دي لابسة، ده عامل ده عامل، يجيب لي أفكار. وقت لما أقرأ الإنجيل دايما يحاربني ويديني العذر اللي أنا ما عودش الخمس دقايق أقرأ الإنجيل. لو عايز أخدم يا مكتر المحاربات وقت الخدمة. الشيطان تاني معروف إن هو يحارب في كل مكان، يحاربني في فكري وأنا قاعد مع نفسي، يحاربني وانا ماسك التليفون بتاعي او قدام الكمبيوتر، يحاربني لو انا واقف بصلي في التسبيحة او واقف اصلي في الكنيسة، يحاربني حتى وانا في المخدع لما بعمل مطانيات واقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني، ممكن يحاربني بقى بالذات، ده ما فيش زي. وتوجد محاربات يمينية ومحاربات يسارية، ضربات يمينية ويسارية نفسنا في مرة نبقى نتكلم عنها. والشيطان بيحارب بكل الوسائل، يعني very creative، مبدع في المحاربات. بس تلاقيه بيركز زي ما هنخش النهاردة في اللي اتقال في الإنجيل، أن يركز على شهوة البطن والأكل والشرب، ويركز على شهوة الجسد والرغبات الشهوية. لأن دايما اللي عنده الشراهة في الأكل يحارب جسديا كتير، عشان كده ده الصوم ده علاج جامد جدا، مش بس جسديا، ده روحيا لأقصى درجة. يحارب بشهوة العيون اللي احنا نبص ونشتهي، ويحارب بشهوة الممتلكات، ان انا نفسي يكون عندي، اشمعنا ده عنده، اشمعنا دي عندها وانا ما عنديش. اشوف الشيء بدل ما اشوفه بالنظرة الجميلة وابقى فرحان، اشتهي ليه. وديت اسلوب الشيطان معانا. لكن الشيء المفرح جدا ان اعطانا الرب المجد يسوع ذاته مثال ان كيف استطيع ان انتصر على الشيطان. مين دوت اللي يقدر يمشي على هذا المنهج الروحي اللي حطيته الكنيسة قدامنا في اول اسبوعين، اللي هو الحد الرفاع، الحد اللي فات الكنوز، والنهاردة حد التجربة. القديس أغسطينوس يقول كلمة جميلة قوي
إن رب المجد يسوع سمح لنفسه إنه يجرب. يعني لما القديس أغسطينوس كان بيتأمل في هذا الجزء قال لك سمح إن هو يجرب عشان يعلم أولاده اللي هو إحنا كيف نحارب وكيف ننتصر. هو دوت اللي بيعلمهن النهاردة. إمتى الإنسان يحارب من الشيطان؟ كتير قوي نحن نحارب من أنفسنا وليس من الشيطان، وكتير قوي بنظلم الشيطان وبنقول له الشيطان ده اللي بيحاربنا. لكن إمتى الإنسان يحارب من الشيطان بحق وحقيقي محاربة روحية؟ لما يكون مملوء روحيا. الإنجيل اتقرا علينا ده من متى 4، لو رجعنا الإصحاح اللي قبله متى 3 هنلاقي إن رب المجد يسوع لسه متعمد ولسه طالع من المعمودية وحل عليه الروح القدس. أو شفنا الثالوث المقدس، الثالوث القدوس متجلي في المعمودية. لكن أنا بعد المعمودية، أنا وإنت، نحن نلبس المسيح، يدخل المسيح جوانا ويحل الروح القدس جوانا ونسلك بأمانة. واللحظة اللي أنا أمشي فيها روحيا نلاقي الحروب تزيد. عشان كده دايما نقول الحروب بتزيد في الصوم الكبير كتير قوي، بالذات للي صايمين بأمانة. ليه؟ لأن أنا في وقت قبل كده ممكن أكون مريح وما فيش أي يقظة روحية، ابتديت أيقظ روحيا يبتدي الشيطان يقوم معايا ويحاول ينيمني من أول الصيام، وتبتدي من هنا بقى الحروب والأفكار والمشاكل كتير. فوقت الحرب هو الوقت الناجح. عشان كده لما الإنسان يكون ناجح روحيا، وكان دايما البابا شنودة يعلمها لنا، إن لما الإنسان يكون عايش في حياة روحية ويحارب، ده دوت ان هو محتاج ان يصرخ اكتر لربنا عشان ياخد نعمة، لان الشيطان ابتدى يركز مع الشخص شوية. عبارة جميلة قوي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم على امتى الانسان فين مكان الحرب. فين يوحنا المعمدان، يوحنا ذهبي الفم يقول لو رجعنا لبداية الانسان اللي هو ادم، هنلاقي ان الشيطان ذهب له، الشيطان ذهب لادم وهو في جنه عدن وراح يغويه واسقطه بشهوه الاكل. فيقول ان ادم الثاني اللي هو رب المجد يسوع ذهب بنفسه لمحاربه الشيطان في ارضه. يعني الشيطان راح لادم في الجنه، في جنة عدن وحاربه. رب المجد يسوع الشيطان ما قدرش يحاربه، لكن رب المجد يسوع راح ليه في أرضه. وحسب التقليد اليهودي، حسب التقليد اليهودي، إن الشياطين والأرواح النجسة تسكن في البرية اللي هي يعني الصحراء، وبتسكن في الأماكن الخاربة. عشان كده تقروا في بداية الإنجيل تقرا علينا ثم أصعد يسوع إلى البرية للصحراء، طلع للويلدرنس للصحراء ليجرب من إبليس. كأن رب المجد يسوع راح يحارب أرض المعركة، راح أرض الشيطان نفسه اللي هي تعتبر البرية، اللي هي كان حسب التقليد اليهودي يظنوا ان كل الشياطين والارواح النجسه تسكن في الاماكن الخاربه وفي الصحراء. وبقوه ربنا تحولت الصحراء زي ما بنشوف ان كلها رهبان وكلها قديسين، لان ربنا علمنا ازاي نكسب حتى لو في ارض المعركه اللي هي تخص الشيطان نفسه، اللي هي بتبينها لنا في قوه الصلاه وعمل الروح القدس في تغيير كل شيء. فلو بصينا على الثلاث تجارب اللي اتقرت علينا النهاردة، نلاقي أول تجربة يحارب بيها الإنسان للمبتدئ هي تجربة الجسد. ماشي، فيقول له إيه؟ يقول له إن كان، بيقول لك بعد إن هو مصام 40 يوما و40 ليلا أخيرا جاع. وبعد كده فجاله المجرب التمتر، راح قال له إيه؟ إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. أول حاجة يحاربنا بيها الشيطان هو الأكل دايما. لكن قوة النصرة
في علاقتي الداخلية الأسبوعين اللي فاتوا مع ربنا. ربنا قال لي إيه في الأسبوعين الأول في الأسبوعين الأولين؟ قال لي إن أنا يكون عندي صوم وعندي صلاة حقيقيين، مش صوم الأكل ولا الصلاة اللي هي المنظرة. فبيقول له أجاب رب المجد يسوع، هتلاقي في كل إجابة يقولها مكتوب، الكتاب بيقول لنا ليس بالخبز يحيى وحده يحيى الإنسان بس بكل كلمة تخرج من فم الله. اللي بيصوم بحقه حقيقي مش صوم الأكل، هو بيقدر ينتصر على كل تجارب الجسد. معناها إيه؟ الصوم بيعلمني إزاي أضبط شهواتي الغريزة بتاعتي الأكل. لما أنا فعلا كل يوم أصوم وصوم صوم انقطاعي تبع ما بيقول لي أب اعترافي، ممكن ناس بتصوم لحد 12 الظهرية، ناس بتصوم لحد 2 و3 و5 الظهرية، وفي ناس بتحضر الأديديس المتأخرة وبعد كده تصوم. الصوم ده مش سهل اللي أنا أغير العادة دي، فبتعلمني أن أنا أضبط جسدي، أضبط غريزة فيا، وأكبر غريزة هي الاحتياج الجوع. الشخص اللي يقدر يضبط نفسه بالصوم هيقدر يضبط كل الجسد وبكل أفكاره وبكل شهواته. مش عملية إن الواحد بيعذب نفسه، لا، ده عمل الروح القدس داخلنا. لأن الشخص اللي بيقدم صوم حقيقي بيبقى معاه علاقة مع الكتاب المقدس حقيقية، علاقة في الصلاة حقيقية، في تغير حقيقي كامل في حياته مع ربنا، فتلاقيه اختلف جدا. فتيجي الشهوات تجيله زي الشهوة للأكل. ناس كتير قوي تيجي تقول لها طب انتوا بتعملوا ايه، ما بتشتهيش أكل في الصيام؟ يقول لك كده حاجة غريبة، أول ما بيجيل الصيام لحد نهاية الصيام لو تحط قدامي ايه لا اشتهيه. طب ازاي؟ بقت سايكولوجيكال، بقت حاجة نفسية داخلية. طلعت منين الحالة النفسية ديت؟ ان الانسان بيتدرب سنة مع سنة وبيبني نفسه سنة مع سنة، اللي هو يضبط فكره ونفسه وجسده. الشخص اللي بيوصل للمرحلة ديت بيبقى صعب ان ينتصر عليه الشيطان، مش عشان هو شاطر، لا، لانه هو غلف. عارفين كده لما حاجة بتغلفها من بره كده؟ غلفته بنعمة ربنا وبالروح القدس اللي بقى يستر عليه وكلمة ربنا اللي بتستر عليه. دايما الشراهة تؤدي الى شهوات جسدية. كنا نسمع كده عن ناس بيأكلوا نص خروف كل يوم ومتجوزين 40 واحدة ولا ما عارفش متجوزين كم. الأكل والنهم في الأكل بيؤدي إلى رفع الغرائز الداخلية الشهوانية، لكن اللي بيحكم نفسه بيقدر يحكم حتى شهواته الداخلية ورغباته. تاني تلاقي تجربة يخش فيها رب المجد يسوع، يبقى أول حاجة بيحاربني الشيطان بالجسد وشهوات الجسد. تاني حاجة وأكبر حاجة بيحاربني بيها هي المجد الذاتي. كلنا عندنا الأنا، أنا دي مشكلة كبيرة قوي. فيجي يقول له إيه الشيطان؟ إن كنت ابن الله، لو أنت بقى وريني نفسك، يعني اطرح نفسك إلى أسفل. فيجاوب رب المجد يسوع ويقول له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. برضو مكتوب، مع عمرنا ما بنغلب بقوتنا ولا بعلمنا ولا بشطارتنا ولا بخبرتنا ولا بسنين العمر، قوتنا في الصلاة والكتاب المقدس والركب المنحنية قدام ربنا اللي بتصرخ له وتقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. الأسبوع الاستعداد علمتنا الكنيسة الصوم والصلاة، قلنا بالصوم أقدر أغلب ضربات الجسد. طب وبالصلاة يا رب؟ أقدر أغلب الذات، لأن الذات الشهوة الداخلية دي مشكلتها كبيرة. يا بخت الإنسان اللي بيصلي وبيحط دايما حياته كل ضعفاته قدام ربنا في الصلاة، لأن الشخص اللي بيعمل كده بيحس إنه هو يقاد من هو في صلة بينه وربنا، فيقاد بفكر ربنا إزاي أتصرف.
فلما يجي ينجح في حاجة عمره ما يظن انه هو نجح بذاته، بيحس انه هو نجح بمين؟ بقوتك يا رب وبنعمتك يا رب. فعشان كده ربنا بيعطينا النهاردة الكتالوج ازاي اكسب في اي حرب روحية، على علاقتي بيه اكتر في الصلاة وفي الصوم وتلمستي عليه في الكتاب المقدس اقدر انتصر. يا بخت الشخص اللي يقدر يعمل كده. الحرب التالتة واللي كلنا نحارب بيها اللي هي يكون عندي positions قد ايه، يكون عندي قد ايه. يعني وانا عندي عربية عايز 100 عربية واي نوع عربية، عندي بيت انا عايز بيوت وعايز بيوت هنا وفي مصر وارض وما اعرفش وايه والحاجات دي كلها الممتلكات. والحرب التالتة اللي بيضربنا بيها الشيطان كلنا بلا استثناء هي الامتلاك والمال. كلنا نقع تحت الضعف في دي. وسبحانك يا رب، يعني حاجة غريبة ان ربنا بيكلمنا على دوت من البداية. ده كلام رب المجد يسوع. حرب الجسد آدم حورب اتحارب بيها، وإلى الآن كلنا نحارب بحرب الجسد وشهوات الجسد. الحرب التانية هي الذات وكلنا نحارب إلى الذات. والحرب التالتة هو أنا عندي إيه وأملك إيه. ودايما اقولها كل واحد ما بيكبر في السن ممكن يقعد معاك يقول لك انا جيت البلد هنا من 10-15-20 سنة، ده انا ربنا بارك لي وباسم ما بيقول لك ايه واداني كذا بيت وكذا ارض وكذا عماره وكذا وكذا وكذا. والعجيب ان واحد ما يسمعش حد يقول ان ربنا باركني واعطاني اللي انا اكتسبت فضيله، مثلا احتمال فضيله اللي انا العطاء فضيله كذا كذا. لا، بنحس ان البركه هي أرضية. وصدقوني مش عايز أقول لكم إن دي إحسانات ربنا وبركاته طبعا، لكن يا بخت اللي يكون عنده إن يقدر يكتسب الفضائل وهي بقى هي دية الحاجة الجميلة. فهنا بيجي الشيطان يقول له إيه؟ يقول لي اسجد لي وأنا إيه؟ وأنا أعطيك كل هذه، أعطيك هذه جمعها إن خررت وسجدت لي. يجي هنا ربنا يقول له ابعد عني يا شيطان لأنه مكتوب، ويا مقتر مكتوب إن لربنا وحدك تسجد وإياه تعبد. يا مقتر الآلهة اللي احنا بنعملها لنفسينا، احنا بنصنع لينا أصنام ونعبدها. كثيرا منا يعبد المال، يعبد الشغل، يعبد القوة، يعبد حاجات كتيرة جدا. لكن عارفين في أول أسبوع برضو ربنا في حد الرفاع قال لنا إيه؟ التلات حاجات الصدقة، العطاء، والصوم والصلاة. عارفين اللي اتعلم يعطي، اللي اتعلم يدي ربنا بيبقى دايما فرحان. عمر ما الشيطان يجي ويقول له يكون عندك زيادة وزيادة. دايما اللي عايز زيادة زيادة لا يعطي مهما ما كان عنده. ليه؟ لأنه عايز يكون عنده أكتر وأكتر وأكتر، فبيبخل أن يعطي حتى يعطي الحب، حتى يعطي الاهتمام بالآخرين، عايز ياخد كل حاجة. لكن الشخص اللي تمتع وفهم يعني إيه موهبة العطاء أو نعمة العطاء، لو يحس أن من إيدك يا رب وأعطيناك، عمره ما يصاب بهذه الضربة الروحية تماما اللي هي ضربة الامتلاك والمال. فلو تلاحظوا ان الثلاث ضربات دول هم او التجارب دول دايما نحارب بيها. لكن انا عايز اختم كده كلمتي بسرعة في سؤال مهم. ليه ربنا بيسمح بالتجارب والضيقات؟ ليه ربنا يا رب بتسمح بالتجارب والضيقات؟ تاني انا عايز اقولها إن حاجة قاعدة مهمة قوي حطها لنا القديس يعقوب في إصحاح 1-3 في رسالة معلمنا يعقوب: لا يأكل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. يعني ربنا ما بيجربش بالشر، عشان بس نبقى عارفينها قاعدة مهمة قوي. لكن توجد في بعض الأوقات الله يسمح للمختارين بالتجربة. يا بخت اللي بيجرب من ربنا، يجرب من قبل الرب مش من قبل نفسه. لان في معلمنا يعقوب
يقول لنا إذا جرب أحد فإنه انجذب وانخدع من شهواته. يعني أنا دايما أغلبية ضعفاتي إن أنا بشتهي فبقع في الخطية. لكن الذين بيجربوا تجارب روحية زي مثلا أنبا أنطونيوس، زي أبونا إبراهيم، زي أيوب، ده مستوى تاني. فساعات ربنا بيسمح بالتجربة لأن التجارب والضيقات لها هدف إن تبنيني روحيا، تبني شخصيتي. في معلمنا يعقوب الإصحاح الأول بيقول احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم، بيكلمنا أن التجربة دي كأن امتحان للإيمان بتاعي. هذا الامتحان ينشئ صبر، يخليني أنضج أبقى رجلا بمعنى الكلمة، ينشأ عندي الصبر. والصبر ويقول وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا نامين وكاملين غير ناقصين في شيء. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه استزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به ربنا. ودي نقطة جميلة جدا. ساعات ربنا يدخل بعض القديسين في التجارب، وشفنا الأنبا أنطونيوس في قصته مثلا قد إيه حورب من الشيطان، لأن دوت أداله قوة خيالية في معرفة فكر الشيطان وفي الصبر اللي أخده، الصبر الروحي والعلاقة الجميلة مع ربنا. ساعات يعطي ربنا التجربة عشان الإنسان يكون متضع ولا ينتفخ. وزي ما عارفين في بولس الرسول في قصته ان هو كان عنده شوكة في ظهره بتؤلمه، كان عنده ألم رهيب، وبيقول قعدت أصلي لربنا كتير جدا ليها، وربنا يرد عليه ويقول له في كورنثوس الثانية ويقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. القوة بتاعتي بتتكمل في الضعف اللي فيك. يا بخت الشخص اللي يجرب كده. يوجد ناس تجرب من أجل الإصلاح. كتير مننا ما بنرجعش بالساهل لربنا، ولكن لمحبة ربنا بيسمح لينا إن إحنا يدخلنا في تجربة عشان نرجع له. عشان كده في العبرانيين يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، وإذا وبخك لأن الذي يحب الرب يؤدبه. يا بخت الإنسان اللي يحب ربنا. نجرب في بعض ربنا بيسمح باختبارهم زي ما قلنا إبراهيم أيوب، ودول ناس مستويات عالية قوي ما نحطش نفسنا بيهم. وساعات يجرب الإنسان لإظهار مجد ربنا وأعماله زي ما في يوحنا 9 يقول لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. اللي أنا عايز أقوله بملخص كده بسرعة إن ربنا بيدينا منهج روحي جميل ياريت نبتدي نعيش، وياريت نركز فيه، وياريت نعرف إن التجارب دي لما بيجي ربنا معناها اللي أنا ممكن أكون في علاقة كويسة جدا مع ربنا. ربنا يدينا كل نعمة وقول له هو اللي احنا نقدر نقف في التجربة ونتعلم أن بالصوم والصلاة وقراية الكتاب المقدس وعمل الرحمة والمحبة لبعضنا البعض في الخفاء هي دية المصدر القوة، وده مصدر الحياة. ويا بخت الإنسان اللي يعيش بهذا المنهج في حياته عشان يقدر يقدم توبة حقيقية ويقدر يتمتع بعطايا ربنا وبالقيامة مع ربنا. ولهنا المجد دائما أبديا آمين. ربنا يحافظ عليكم. Ne, 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 ne
بس مروت انجيفيوت نم بشيرين بيبنى ما يسوى تتري يسجيك فولت نوشن مستنتي سبرس خمين كريالاي سون كريالاي سون خنوم اسمي امين بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي انبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامة الاموات وحياة Ebebro sof kes asite ereba ketob ne mate الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هزمته بالظهور المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك لا هبل قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس وكل غش وكل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وجعلنا مستحقين كلنا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موابط غير الميتة السمية بالمسيح يسوع ربنا لأنك لا تشاء
يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا ارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرأس، كفوا برعدة ولا الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. رحمة السلام and look upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all that is them, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. You who are seated, stand before whom
stand, the angels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Look towards the east. You are around whom stand the serpent, full of eyes and cherubim, with six wings, praising continuously without ceasing, saying, Nonset. The cherubim worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, Holy, holy, holy Lord. Indeed, O Lord, our God, who formed us, created us, and placed us in a paradise of joy. When we disobey your commandment by the deceit of the serpent, we fled from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets. And in the last days, you manifested yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death. Through your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ, of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. Amen. Was incarnate and became man and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from high through water and spirit. He made us unto himself and a simple people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own word, and our desire as a ransom on our behalf, give himself up unto death, which reigned over us, whereby were bound and sold. On account of our sins, he descended into Hades through the cross. Amen. I believe. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد السماوات وجلس عن يمينك يا الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله كرحمتك يا لنا هذا السر العظيم الذي للطاغوت
أقوى، لأنه في مورس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. كي جن في ثواب إن أطشني وإن أصليب وإن مكاريون وهن رفطان خو تلنا تجفاي بخن أمتني شويت في هاروك في اتفو في نيوت فنوت وفني بنتي ونطاف شبه مون آمين في زمويرو أرآجي زنيمون آمين بستر آمين كأمال آمين كزوكسا سامه وعطى لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة Likewise, also the cup after supper, he mixed the wine and water when he had given thanks. Amen. Blessed in. Amen. He said, Amen. Amen. Again, we believe, we confess, and we also to his own sainted disciple and holy apostle saying, take drink of it all of you, for this is my blood of the new covenant, which is for you and for many to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is also true. Amen. لأن كل
مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. To commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heavens, awesome and full of glory. We offer unto you your gift from what is yours for everything concerning everything and in everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you. We worship you. Let us attend. Amen. And this bread he mixed into his holy body. I believe. Amen. كاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا نؤمن giving for the remission of sins and eternal life to those who partake of him. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have ساكنا كل سيدنا ومسجد فضارة نفسنا وكسرنا روحنا لكي نكون قصدا واحدا ورحنا نصيبنا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء واذكر ربي سلام كنيسك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية صلوا من أجل سلام الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم الذي لقد اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيك احفظها في سلام جميل أساك فرص الذين فيها ولن أذكر يا رب أبين الطباء المكرم رئيس الأساك فالبابا لنبا تأدروس الثاني صلوه من أجل رئيس كهنتنا البابا لنبا تأدروس الثاني بابا بطريرك رئيس أساكفة المدينة العظمى الأسكندرية وسائر أساكفتنا الأرثوذكسيين يا رب يصلون معهم كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيسك وقضيك بسلام اذكر يا رب القمامس والقصوص الارزوكسين والشمامسة
Pray for the Higomens, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. كل الخدام وكل الذين البتلي طارة شعبك المؤمن اذكر يا رب انت رحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الاب يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرت آبائنا الأرثوذكسيين. Pray for the salvation of the world and this city and our city and all cities, district, islands, and monasteries. Lord, have mercy. والساكنين فيها بمن الله تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. نبوء عن صوب الأنهار الزرع والعشب نبات الحق في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلينا ويصعدها كمقدارة ويفرح وجه الأرض ويعول نحن البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مقدارك نعمتك فرح وقال أرض الأرض سؤال تكسر أسمار عدل الزرع صدبر حياتنا كما يليق باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرمال واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن الكل تترجاك لأنك أنت الاستطيب طعم في حين حسن اصنع منا صوت صلاك يا معطيا طعما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذا كنا للكفاف في كل شيء كل حين نزداد في العمل صالح يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة ودقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم بذيب شو اسمه صهني بنتك مونوجينيس انشيري اثرن ارجبير ابي فرف مبنتي نسوى بنتك مريكتك سنب شوس انت قرب مبني سوى بتروي طبرانك الجنبين اهنن يوتي اتسو هو مي باتري عرشيس نبرو بتيس نبصولوس نريف هوش نب انجلستيس نمرتروس نمركس نبنماني بين انسمي اتا بغو كيبول خين ابن أهتي وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد القديس بنصر رئيس الشمام سوى والشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبتر القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقورس والقديس سنسوس الرسول القديس بطرس الشهيد الطاهر
ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس أوديس والقديس أوفيلس والقديس ديمتروس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غروس ناطق بالهيات والقديس غروريوس صانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر مكتمين بنخامية الخمسين بالقسطنطينية المئتين بأفسوس وابان الصديق وابان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أور فادر أنبا جوان ذهي جمين أور Righteous Father, and be sure the perfect man, the beloved of our God, Savior, our Father, and Bab of the Mo and Ezekiel, his disciple. My Lord, the Roman Father, the Saint Maxim, Saint Domenico, Fortuna, and Murder, the Elder of Jesus, Strong Saint, and Moses, Jean Kamada, priest, our Father, and Bab. Daniel Zahigo mean our father and Bessidor the priest our father and Bechom of Zakununia and Theodore his disciple our father and Beshinuda Azash Mandrait and Ambavisa his disciple Ben Lambekar Sahaben and Babramus of Ayum Gizabun and Khail Bahirit and Mizu Ben at Baba Kerusas or Archidiak and Habib Gerges وابونا يوسف أنطونيا أبونا بشوي كامل and all the choir of your saints through those prayer and supplication have mercy on us all and save us for the sake of your holy name which is called upon Let those who read recite the names of our holy fathers, the patriarchs who have fallen asleep. O Lord, repose their souls and forgive us our sins. May their holy blessings be with us. Amen. Glory to you. كل أحد الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقد وتنحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحوم حافظ إسحاق المرحوم رمزي داود أسعد المرحوم عايد مرزق راشد المرحوم الضبع تقي سبع المرحوم عيبة عشم المرحوم إبراهيم مساك عبد الملاك المرحوم نبيل حلمي عزيز المرحوم مرسى سليمان المرحوم رفعت شاكر المرحوم إسحاق يوسف المرحومة سناء الصبحي المرحومة بدور سعيد المرحومة سمية عياد المرحومة حكيم عطية المرحومة إيفون يني المرحوم عاطف نمر متى المرحومة مجدة نمر متى المرحومة حكيم عطية حنا المرحوم حنا وصفي سيف
تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. علهم في موضع خضرة لم الراحة في فردوس النعيم، موضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناود في نور قديسين. يا رب souls you have taken reboot them in the paradise of joy in the year in the region of the living forever in the heavenly Jerusalem in that place. And we too are sojourner in this place. Keep us in your face and grant us your peace into the end. As it was and shall be, it is from generation to generation and unto all the ages. All the ages, Amen. واهدنا يا رب إلى ملكوتك لك وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا Let us give thanks to God, the Bantu Creator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ. For He also made us worthy now to stand this holy place and lift up our hands, serve His holy name. Let us also ask Him to make us worthy of the communion, partaking of His divine and immortal mysteries. Amen. The holy body. We worship your holy body and the precious blood. Christ the Bantu Creator, the Lord, our God. Amen, amen. Let us pray. Lord, have mercy. السيد الرب الى ضابط الكل الذي ارسل ابن الوحيد الى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبه في الانجيل المقدس علمنا الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين اذ قال ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم Kyrie eleison, ya Rabbo Raham.
Fasting and prayer are those which raised Elijah to heaven and saved Daniel from the lion's den. Fasting and prayer are those which Moses pursued until he received the law and the commandments written by the with the finger of God. Fasting and prayer are those which the Ninevite pursued, so God had mercy on them and forgave them their sins and lift his wrath away from them. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. والصلاة هما اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروا مسيحيين وعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس. Fasting and prayer those which the martyr pursued until they shed their blood for the name of Christ who confessed the good confession before Pontius Pilate. الصوم والصلاة هما اللذان يعمل بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. كيريه إليسون كيريه إليسون يا رب ارحم. And we too let us fast from all evil, impurity and righteousness, and let us proceed forth to this holy sacrifice and partake of it with thanksgiving, so that with a pure heart, enlightening soul, and unashamed face, a faith unfeigned, a perfect love, and a firm hope, we may dare with boldness, without fear, to pray to you, God, the Holy Father, who's in the heavens, and say, Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine the kingdom, the power, the glory, forever. Amen. In obion so ki e bros homen se ometavo ovo amen. إيريني باسي يتوب نعمتي سو اسكري ربي ضعفنا الخطيق في الإخطاء الكثير وحسب أسمي افتكسنا من المحل إن حال كل شعب كل عام إنعم لنا سيدنا بعقل وقوة فيه من ربي اتمامك نحن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماء نفسك القدسيك في من القدس المد المسيح يسوع ربنا هذا لازم كل بجي قام عزيزة سبوط طريق بكم ومع الروح وسمح المسيح والكلام كل دول كل أمين. أذكر يا رب مرضى شعبك، أذكر يا رب كل الذين في حزن وضيق وألم وتعب، يا رب أذكر يا رب الأرامل والأيتام والمعوزين والذين ليس أحد يسأل عنهم، أذكر يا رب الذين في السجون، أذكر يا رب الذين في كل في المستشفيات واللي بيعملوا عمليات وفي الرهاب يا رب، مد إيدك الحنينة يا رب، اشفي يا رب الجميع يا رب، عضد الكل يا رب، فرح ولادك يا رب اللي بيدوروا على شغل يا رب، ديهم بيدوروا على ساكن عندهم مشاكل في الأوراق يا رب. عندهم مشاكل عائلية يا رب، مد ايدك يا رب الحنينة يا رب، اجعل الحب والسلام والفرح والهدوء في بيوتنا وعائلاتنا يا رب. اذكر يا رب،
اذكر يا رب كل الحاضرين، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها يا رب، أعطوا الجميع سؤال قلبهم حسب مشيئتك المقدسة وإرادتك الصالحة. اذكر يا رب الغائبين يا رب، افتقدهم يا رب، اعلم يا رب جعل بيدك. اذكر يا رب ولادك وبناتك يا رب اللي في المدارس واللي عندهم امتحانات واللي في الشغل، احفظهم من كل شر ومن كل شبه شر يا رب، وبارك حياتهم ووفق حياتهم يا رب. استر يا رب كل من له تعب في الكنيسة يا رب، عوض الجميع من عندك 160 و30 يا رب. بارك الكل يا رب، الذين يعملون في الخفاء والذين يعملون عملية عاملة. باركنا بكل بركة، اغفر لنا خطايا، جعلنا نقدم لك صوم حقيقي يا رب، نقدم لك زواتنا يا رب. اذكر يا رب، اذكر يا رب، اذكر يا رب سلم كنيستك الواحدة الوحيدة مقدسة كما رسول، اذكر مقدسة البابا المعظم أنبتة ودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، استحقا ومع روحك ننصت بخوف الله. امين يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. الكنسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين. إيريني باسي كتب نغماتي، جسد مقدس ودم كريم حقيقي يسوع المسيح ابن إلهنا آمين. أجيون تيم ينصوم كي ملثنون يسو خريستو يتثئو إيمون آمين. آمين. The body and the blood of Emmanuel our God, this is true. آمين. آمين تين آمين 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 آمين. واعترف النفس الأخيرة أن هذا الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا سيدتنا كل نوايا لها قديسة الطاهرة مريم، وجعل واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحاسم أمام بلاص البلطيجي بالأفراس أبان ذا هولي وود أوف ذا كروس أوف هيز أون ويل فور أس أول. Truly, I believe that His divinity departed not from humanity for a single moment nor a twinkle of an eye, giving for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of Him. I believe, I believe, I believe that this is true. Amen. Amen, amen, amen. I believe, I believe, I believe that this is true. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Sing Alleluia. Pray for the worthy partake of the immaculate heaven, holy mysteries. Lord, have mercy. Christos ernestevin ere egon ememe o ememe egon esmo erno tichenni eto ebti ronta felle loya aison bechis Serenestevin, eri egon ememe.
greatness, hallelujah.
يسوع المسيح صام عنا 40 يوما 40 ليلة سبحه بطاوت البوك اللي سبحوا بطفوف وصفوف هللويا Oh, Father, no tears.
خرج إلى البرية ليستريح فجاءه الشيطان بوجه قبيح ليجربه مثل الإنسان فقال له إن كنت المسيح والقول عنك هذا صحيح فقل للحجارة بالتصريح سري خبزا يشبع الجوع Satan, for it is written in the book of grace, man shall not live by bread alone, but with every word of faith. طوبال الروح مال المساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس في أخذوا إبليس في الحال وأوقفه على جناح هيكل عال وقال إن كنت ابن الله المتعال فاطلع نفسك من هذا المكان فقال له مكتوب في التوراة لا تجلد بالرب الإله فاحتال إبليس في عقله واتاك وتغلب عليه الذهول والبهتان Then he took Jesus at one and went up with him on a high mountain. He showed him all the kingdoms and wealth and told him, Behold all this glittering. Blessed are those who have mercy, who give to the poor and fast and pray. The Holy Spirit will
fill their hearts. The sun will show them mercy on judgment day. هذه كلها في قبضتي وتحت تصرفي وإرادتي، فإن سدت في وجهتي أعطيك الكل يا شيطان. أنا ابن الله الديان المختص بالسجود والإيمان، فاحراه الوجل والخزلان. Satan, when always disappointed with joy, angels came to serve Christ. Thousands and myriads of soldiers serving the holy true. Light to بالرحمة للمساكين، فن الرحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه سمى الرب بيقين لنتواضع ونصير ثابتين ونسامح إخواتنا المسيئين، والله coming down for 3 whole years and 6 complete months. Then through his prayers there rained everywhere, blessed are those who have mercy, who give to the poor and fast and pray. The Holy Spirit will fill their hearts. The sun will show them mercy on judgment day. يا ملك هذه الساعة الطاهرة وبهذه التسبيح اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكة قائلين امين. هللويا يزك ثابت فيك ايوك اجيب نعمتك انكاي
Christos Ionos Onionina, Gnosi Volingoi Moji Open Choice, Isos Pechri, Vitavernes de Vineri Egon Nemenin Gon Nemin, Sointem Soti Gene Novi, Soti Mono Onaina, Kiriele Son, Kiriele Son, Kyrie eklogison aminis moeroi simetania koniev gombesmo. انت يا ابني لو الدس ما خلص Amen se shobi e pur un tatirini moinene tekerini semnenoni tekerini tatirini di sokta ti gom nem bio nem bizmon nem biamai toini amin بأن الذي في السماوات تتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم. حب أفكركم بالأداديس المتأخرة في الصيام، الجدول موجود برا الكنيسة، فيها 6 أيام أداديس وفي أيام فيها يومين الصبح وبالليل، وفي برضو جدول لكل الكنائس اللي حوالينا. اللي يحب برضو لو هو شغال في حتة بعيدة ياخد بركة القداس، لازم كلنا نتعلم اللي احنا نزود قداس غير يوم الحد، وسط الأسبوع يكون في صوم انقطاعي حسب كل واحد وقته وحسب كل صحة كل واحد. كل سنة وانتم طيبين. اجتماع يوسف النجار يوم الجمعة الجاية لكبار السن بعد القداس من 8 إلى 11 الصبحية، ويوم الجمعة برضو بقى فيه بالليل قداس من 3:30 لـ 6:30. كل سنة وانتم طيبين. هابي ماذرز داي يا جماعة. هابي يوم النهاردة ايجيبشن ماذر، هيجي دورهم.